السلام عليكم. من الحاجات الغريبة ان انت اول ما بتبدأ الويندوز ما تلاقيش الايقونة بتاعت ماي كمبيوتر. طيب انا عايز اظهرها، هاجي هنا واقول له ديسبلاي سيتنج، واجي هنا اكتب ايكون، تمام، وادخل في زيمس اند ريليتد، ده الزيمس اللي موجود، تمام. هدخل في ديسكتوب ايكون سيتنج واعلم على ايكون، ممكن تعلم بقى على النتورك، ممكن تعلم على الكنترول بانل، على اليوزر. هو اللي فعلها ريسايكل بن، الديفولت بتاعها ريسايكل بن بس هو الظاهر وكمبيوتر بالظاهر. فانا فعلت الاتنين دول، ولو انا محتاج اي حاجه من الباقي ممكن افعله. ولو انت عايز تغير شكل الايقونه ممكن تعلم كده وتقول له شينج ايكون وتختار اي ايقونه تانية. هقول له اوكي وخلاص كده تقفلها، وهتلاقي اذا الكمبيوتر بقى موجود هنا تقدر تنقله في اي مكان. فاكر ان هو بقى موجود لان هي دي طبعا المدخل بتاعي عشان ادخل على الكمبيوتر بتاعي.